يعني متوازية مع ردة فعل الشارع العربي ولا في زي المطبات الهوائية؟ مساء الخير أولا. يعني ما في شيء بثير حسرتنا وشعورنا بالألم بقدر الحال اللي وصلنا إليه، اللي وصل له النظام الرسمي العربي من جهة، واللي وصلت له المنطقة بشكل عام من جهة ثانية. اليوم لو تفحصنا ردود الأفعال بسرعة، رد الفعل المصري، رد الفعل السعودي، الإماراتي، مقابل رد الفعل المغربي، التونسي، الجزائري، السوداني، طبعا الأردني متقدم رد الفعل عربي. للإنصاف مش لأننا بنحكي بالأردن، لا لا لا، عربيا الأردن هي قضيته الأولى، هي قضيته المصيرية، حنيجي نحكي في أهمية وخصوصية الدور الأردني في هذه القصة. فبتطلع على بلد مثل مصر لما بيطلع رئيسها وبيحكي والله يجب أن نتعامل مع ملف القدس بحذر، شو هالتصريح هذا؟ بعدين بيطلع لنا تصريح الديوان الملكي السعودي وليس الملك سلمان، الديوان الملكي يعني بيحكي أنه هذا تصرف غير مسؤول ولا ينبغي يعني المضي فيه، وندعو إلى التراجع عنه، كمان لغة يعني أقل بكثير من مستوى الحدث. هلأ في المقابل والإمارات شرحوا نفس الحكاية، قرقاش طلع وأتحفنا بتصريح. في المقابل نتطلع على المغرب مثلا، ملك المغرب استدعى القائمة بالأعمال الأمريكية وسلمها رسالة احتجاج، تونس استدعت السفير وسلمته رسالة احتجاج، الجزائر كذلك، السودان عقدت جلسة طارئة في مجلس النواب السوداني وطالبت بسحب السفراء، سحب السفراء العرب من أمريكا. هذا كيف بده ينعكس على التصدي إنجاز التعبير لقرار بهذا الحجم؟ يعني أنا بصراحة لست متفائلة بالنظام الرسمي العربي على الإطلاق. خليني أحكي لك من الآخر، اليوم أنا أضع أملي كله في سلة الشعوب العربية ومن يمثل هذه الشعوب. البرلمان العربي كان موقفه مشرف اليوم، التصريحات لرئيس البرلمان الكويتي كانت تصريحات جيدة وفي مستوى الحدث، دعا إلى عقد قمة طارئة. المواقف الإسلامية الرسمية متقدمة كثيرا على المواقف الرسمية العربية، يعني موقف الرئيس التركي، موقف الرئيس الماليزي، الأندونيسي، الباكستاني، حتى إيران، يعني خلينا نحكي الصحيح، إيران متقدمة 100 خطوة عن المواقف العربية بالرغم من خلافات. يعني خلينا دكتورة بس شوي هيك نقول إنه يعني عشان ما ننحاز بالوقت بعدالة، يعني نور توافقي على فكرة